وللمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام والتحليل أيضا والاقتراب أكثر من هذا الملف، ينضم إلينا هاتفيا الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا فندم، مساء الخير. أهلا بحضرتك. بتوجيهات إذا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم الأجهزة المعنية بتوفير السلع الاستراتيجية وبأسعار مخفضة، إلى أي مدى ينعكس ذلك وبشكل إيجابي على حياة المواطنين في الفترة المقبلة؟ طبعا هو بناء على توجيهات فخامة الرئيس ليس من الآن، خلونا نقول ده منذ أكثر من 7 سنوات، إن احتياجات المواطنين يعني بيسموها الأمر الأول لدى كل الأجهزة وبالأخص الحكومة، توفير السلع وبالأخص السلع الأساسية والسلع الغذائية في أولويات الحكومة دائما ما بتكون على أجندة الحكومة في اجتماعاتها. وطبعا النهاردة بنشوف أن في مزيد من التعاون ورؤية مشاركة ما بين جميع الأجهزة المعنية والوزارات حتى المجتمع المدني للمشاركة لزيادة المعروض من كل السلع داخل السوق المصري، طبعا بانتشاره على جميع نقاط وبقع ارض مصر. ده بيدل ان في رؤيه واضحه، وايضا في مخزون استراتيجي كبير جدا اللي في خلال 48 ساعه منذ توجيهات فخامه الرئيس انتشرت كل السلع التموينيه في جميع ارجاء مصر. ده بيدل على ان في تخطيط اساسي من الدوله لزياده المعروض اولا، ثانيا لان يكون في تخفيض لمستويات الاسعار لتلبيه احتياجات الاسره المصريه، خاصه ان احنا النهارده في حلول شهر رمضان فبنستبقه قبلها باسبوعين، يطمن المواطن المصري تطمن الاسره المصريه يكون قادر على يلبي احتياجات الاسره طبعا وفق مستويات الدخل. واعتقد ده من اهم الامور اللي بتبعث الحكومه بيها رساله للمواطنين، ان الثقه ما بينها وما بين الاجهزه المعنيه أعتقد ده من أسس إدارة الدولة المصرية للمجتمع المصري. صحيح. طيب يعني دكتور، يعني من وجهة نظرك إلى أي مدى إذن استطاعت الدولة تخطي الأزمة العالمية الحالية والتي يمر بها العالم بأسره لارتفاع الأسعار، هذه الأزمة الخاصة بارتفاع الأسعار، وإلى أي مدى أيضا قامت الدولة بتوفير المخزونات الاستراتيجية من السلع التي من شأنها أن تساهم في الحد أيضا من ارتفاع أسعار المنتجات للمواطنين على جانب آخر؟ خلينا نقول يا فندم أن منذ تولي السيد الرئيس كان في برنامج إصلاح اقتصادي وضع عدد من الأطر الأساسية والخطط الاستراتيجية اللي هي بتلبي احتياجات المواطنين المصريين. دعوني نقول ان كان في وفر، كان في عدم وفر الاول في الطاقه الكهربائيه، ابتدى الحمد لله النهارده في وفر. كان في عدم وفر في الغاز والبترول والمواد البتروليه، النهارده الحمد لله في وفر في هذا الامر كمان. في الكثير من بناء الصوامع الاستراتيجيه لتخزين القمح، وطبعا ده كان ليه مردود كبير جدا على زياده فترات التخزين من 4 لـ 6 شهور، النهارده تجاوزنا 6 شهور كمان في التخزين الاستراتيجي لجميع السلع حتى الزيوت. ده بيؤدي الى ان فيه رؤيه واضحه من القياده السياسيه لما تولت إدارة الحكم في مصر أن توفير الاحتياجات والسلع الاستراتيجية لمصر للفترات لتغيرات يعني الأوضاع السياسية أو يكون في بعض من الأسس للأسف متغيرة في العالم مثل الحروب. أعتقد ده أدت لنجاح المنظومة الاقتصادية في مصر الحمد لله، وده واضح جدا في المعروض النهاردة من السلع الاستراتيجية داخل السوق المصري. نعم، شكرا جزيلا لك إذن دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، كنت معنا في 9.